لا بأس، نعم يتوضأ داخل الحمام لا بأس، ويسمي عند أول الوضوء بسم الله ويتوضأ، لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها وتزول الكراهة، لأن الكراهة تزول بوجود الحاجة، والإنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء فيسمي ويكمل وضوءه، وأما التشهد فيكون بعد الخروج من محل الوضوء محل الحمام اللي فيه محل قضاء الحاجة، إذا فرغ يخرج ويتشهد من الخارج. أما إذا كان الحمام لمجرد الوضوء ليس للغائط والبول إنما هو لمجرد الوضوء، هذا لا بأس أن يكفر الله به لأنه ليس محل قضاء الحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا.